السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاشة واضحة يا عبد الرحمن؟ واضحة يا أستاذ، واضحة. يعني على نفس الكتاب واضحة، أيوة واضحة. زي الفل. مين تاني دخل غيرك؟ ما شاء الله، عليو دخل اهو. موجود موجود. تمام يا عليو، لسه بقينا اتنين، مفتاح و آل داود. آخر حاجة قبل الفاصل قلتها أنا إيه؟ شكل السيرفر بالسب. أيوة، الله يفتح عليك. سيرفرات الإنترنت. فتدخل الغرفة، تلاقي نفسك محولات كده زي محطة الطاقة بتاع الكهرباء، عبارة عن كمبيوترات ضخمة جدا جدا جدا. الكمبيوتر مثلا قد أوضة من الأوضة اللي حضرتك بتعيش فيها في بيتك، بدون مبالغة في اللي أنا بقوله. عمال بقى اشارات تنور وتطفي، تنور وتطفي اللون الاخضر في الغالب او بالاحمر. دي بقى مخزن فيها كل شيء حضرتك عملته على الانترنت من لحظة تسجيلك لغاية اللحظة. يعني مثلا لما بتحصل مشكلة تمس الامن المعلوماتي، زي ما حصلت في قول معايا في ارامكو، فاكرين لما تم سرقة ايوه الحساب وحاجات زي كده؟ فاكر. عشان كانوا احد اسباب حل المشكلة، كانت مشكلة كبيرة جدا جدا، وحلها خد فترة كبيرة مش قليلة طبعا. طبعا كانت قليلة بالنسبة للانجاز اللي عملوه، ان هو يروح للسيرفر الام اللي موجود فين، في امريكا مثلا او كده، او الهند ايا كان، ويروح يطلب منه. دي مش سهلة طبعا، مش سهلة خالص. يطلب منه: لو سمحت، انا عايز كل المعلومات اتأيدت عندي في الفترة من كذا لكذا، رجعها لي بقى زي ما كانت. وطبعا الاجراء ده مش سهل كده، مش هيبعت له مين هيرد عليه، مستحيل. هو ما عارفش مين ارامكو اصلا، ده ما بيفهمش، ده بيعيش اللحظه زي كده بالظبط. يعني ايه الساقيه؟ عارفين الساقيه بتلف على طول، طول ما الميه شغاله هي بتشغلها، وقفت الميه وقفت، نفس القصه. عمرك حد فيكم شاف قبل كده ساقيه؟ اكيد شفتها عندك عبد الرحمن في سوريا، صح؟ شفتها يا استاذ، شفتها عمرك سقطت. شفتها وقفت ابدا؟ لا ابدا، مستحيل. شغال على طول. طول هو نفس كده، ما بتفهمش. انت بقى هتيجي تروح هتطلع عصايه تقف، خلاص هتعمل ايه؟ انت عطلتها، بس مش هتقف علشانك، تقعد تنده عليهم مش هترد عليك. هي نفس الكلام، ما هو النت مش هيرد عليهم، بس هو اجراءات طويله بعيده من تفاصيل. يعني استعادوا بقى كل اللي ضاع منهم، بس طبعا كان في فاقد طبعا بشكل او باخر. هي دي اللي بيسموها البروتوكولات. بروتوكولات اخرى خاصه مش بس بالفايلز، خاصه بالايميلز. مشكلة معينة وعايزين يثبتوها، فقال لك تم إرسال إيميل من جهازه في الساعة كذا، وتم رد الإيميل برضو. دي بقى استخدام من النت طبعا، حتى لو اتمسحت من الجهاز، من جهاز الطرف الآخر، ومن البراوزر، ومن لا الكبير ده اللي هناك شايل كل حاجة، مخبي كل حاجة، وهكذا. واضح الفكرة؟ واضح السبب. طيب نرجع مرة تاني لعليوي ومع اللون اللي بيحبه، اللون الاصفر يا عليو، صح؟ يب. شفت بقى، انا عرفت ازاي. يلا يا حشو. عندك كاس حاضر، هذه لحظة واحدة، مشبوكة ولا لحظة كيف؟ واحدة. يلا، عندك كاس اوف كيس اتش ان ذا كيس اوف اتش تي تي بي اتش تي تي بي فايل اند اذرز اذرز وانس ذا ريسورس هاز بين ريتيفايد retrieved. اور Retrieved the web powers the web power browser. 10 كلمة browser عشان اقولها. web browser will display at hit hot hitmail hitmail HTML كذا هذه بالظبط. إذا إيه بقى؟
مكتوب is passed to the okay to the when لا أقصد HTML هذه صح اللي انت قلتها أيوة كمل آه تمام is passed to the browser layout engine layout engine to be transformed from markup to an interactive document. Thank you very much. You will command في حالات ال HTTP أصبح غير آمن HTTPS اللي هو الأمن كله فايل أيا كان the others and the others once the resource has been retrieved the web browser will display it متخيل يعني ومجرد resource يعني تواصل على الويب براوزر بمجرد ما هو هيظهر مباشرة يعني ما بتاخدش وقت ما بيقولش مثلا ده لسه بيحمل حمل اهو تيجي تفتحه ما يفتحش لا بيفتح على طول ما ياخدش وقت فبيقول لك HTML is passed to the browser's layout engine وكأنه زي ما صار لها محرك البراوزر نفسه متصفح ليه محرك وبيتم استعراضه من خلال ال HTML to be transformed from markup into an interactive document تحول إلى وثيقة تفاعلية مين ما أراش نختم به أو القبل الأخيرة مفتاح ليس كذلك طيب نروح لحمودة أستاذ معك aside from HTML web browser can generally display any kind of content that can be part of web page most browser can display image audio video and XML files and often have black INS to support flash application and Java apples encountering a file of an unsupport type of file that is set up to be downloaded rather than displayed the browser permits the user to save the file to disk the file to disk good حاول ترخص لنا السطرين دول بيقول لي الراجل ده الأستاذ اللي فهمته الأستاذ إنه الويب براوزر يعني بإمكانه تشغل الصور والفيديوهات والأصوات عن طريق HTML عن طريق برمجة HTML أيضا تشغل تفتح الفايلات
اوكي ممتاز، ده كلام تقريبا محترم ومعتبر. هذا فهمته استاذ يعني لحد ما، يعني ما ادري صح ولا غلط. ناخذ بقى اخر سطرين نختم بيهم. طيب افتح اخلص المفروض، بس ما اعرف شو راح فين. يا مفتاح يا مستر كي. هلا يا استاذ. لازم نقول مستر كي يعني عشان تيجي؟ ايه يلا عيشني اللحظة في اخر ثلاث سطور. information persons my or me information resources may contain obligation to hyperlinks to author informational صار كان متشبك السر اللي هو هذا صار اللي بعد OTH AR هذا صار اللي تحتك بالضبط صار اللي تحت الفورم السر في الفورم هذا صار أيوة. information resource Each link contains the URL of a resource to go to. One link is collected the browser. The browser navigation to the recent inducted by the links target you and the URI and the process of breaking container to the context user this begins again. Okay. لخص السطرين دول. لخص السطرين دول يسار. Up to you. براحتك. لخصها بأي طريقة. قول لي كلمتين بس عايز يقول ايه. اللينك يساب اللي هو رابط يساب. ماله بقى. اللي هي واليو ار اي اللي هي استاذ زي المسار الساب. اللي هو مسار. تعريف هوية المطار. او هوية المطار. جميل. طب محمد. بما انت قلت I think. قول. I think what? How you are I. works how URI works. جميل اثنين صح لانه URI هو نفسه عباره عن لينك ومجرد من انا بضغط عليه the browser navigates the resource indicated by the link target URI. وصلت الآن دي مجموعة من المصطلحات في آخر الدرس تحفظ عن ظهر قلب لكن ليست كاملة. أهم حاجة البدايات عشان لما يجيب لك في الاختبار التعريف ويطلب منك المصطلح تكون عارفه كويس جدا. الخميس الونيس ونكتفي اليوم على هذا المقدار على أمل اللقاء الأحد القادم إن شاء الله مع بداية أول حصة في المراجعة. حد عنده أي استفسار؟ يعطيك العافية أستاذ. الله عليك أسرع محاضرة بالنسبة لك يا طارق طبعا.
بس الحين دي مصطلحات كلها احفظها ولا مصطلحات ولا في استاذ اشياء مع الجمعه والسبت عشان كده قلت لكم ده الطلب الوحيد اللي هطلبه منكم فاكرين ايوه هو ان انت تحفظ الصفحات دي كويس جدا 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 عشان يجي لك مش هيجي لك انك تكتبه هيجي لك العكس تعريف وتكتب انت المصطلح مع التأكيد على الحاجة التانية اللي قلتها امبارح يا محمد ألا وهي الناس كلها تتأكد ان كل الحلول اتحلت في الكتاب لكل التمارين برضو الجمعة والسبت رجاء رجاء الحاجتين دول يجوا خلصانين يوم الأحد علشان نبدأ المراجعة والاختبار الشهري اتفقنا؟ ان شاء الله أوكي. متى الاختبار الشهري سا؟ لما نخلص أول جزء في المراجعة اتفقنا؟ تمام أوكي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام